الرازي هذا العالم العظيم طبعا هو ليس على مذهب أهل البيت من الخطوط الأخرى ومتعصب تعصب شديد ضد مذهب أهل البيت، راجعوا تفسيره. ولكن الله تعالى يجري الحق على لسانه، راجعوا التفسير الكبير الآن موجود في المكتبات. أكو هنالك خلاف في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الصلاة أو لا تقرأ؟ وإذا قرأت هل يجهر بها أو لا يجهر؟ مالك يقول البسملة مو جزء من الصلاة، تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بسملة ماكو. هذه نظرية فقهية. أبو حنيفة يقول البسملة جزء من القرآن وتقرأ في الصلاة، ولكن تقرأ إخفاتا في الفرائض، ما إلى حق واحد يقرأها جهرا. وهنالك مذاهب أخرى. نأتي إلى الفخر الرازي، لاحظوا عين عبارته، يقول في هذه العبارة في التفسير الكبير الجزء الأول صفحة 210 و211، يقول إن عليا رضي الله عنه أو كرم الله وجهه كان يبالغ في الجهر بالبسملة، عندما كان يصلي كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر، يبالغ يعني مستمر على ذلك متمسك بذلك. فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار علي، كل أثر من آثار علي صلوات الله عليه حاولوا إبطاله وإلغاءه، كل شيء حتى ما ثبت عن رسول الله حتى ما جاء في كتاب الله، لأنه كان سيرة علي حاولوا إبطاله ومنعه. ونحن يعني الفخر الرازي وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس بن مالك خادم رسول الله، حقيقة من هوان الدنيا على الله هؤلاء يقارنون بعلي. أنس من هو أنس؟ خادم من خدم رسول الله، لا نهين خادما، ولكن خادم لم يعرف شيئا إلا القليل يقارن بباب مدينة علم رسول الله، وبالنتيجة يرجح على ما يقوله علي بن أبي طالب. حقيقة هذا مو مؤلم، هذا مو من هوان الدنيا على الله، يقال أنس وعلي، يقال علي ومعاوية، ولكن الله يجري الحق على لسان الفخر الرازي. ومع التعارض بين قول أنس وابن المغفل هذا صحابي ثاني وبين قول علي بن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره، فإن الأخذ بقول علي أولى. ومن أخذ دينه من علي بن أبي طالب، هذا مو واحد شيعي يقول، واحد من الخط الآخر، فقد اهتدى. والدليل عليه قول رسول الله اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. ولكن كما قلنا أن هذه الأمة
التي الله سبحانه وتعالى أظلها على علم وختم على قلبها وسمعها وبصرها، قدمت ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. علي مقياس الحق بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيبقى هذا المقياس على امتداد التاريخ يعين أن هذا هو الحق وأن هذا هو الباطل.